احنا شركة تأسست من 1935، أسسها جدي رحمة الله عليه صالح نصار، وكان نشاطها بيع وتصنيع الذهب على التكنولوجيا اللي كانت موجودة الوقت ده. رحمة الله عليه الوالد كمل وراه، وبعدين جيت أنا وأخويا الله يرحمه الحاج حسن كمل وراه، فإحنا الجيل تقريبا الثالث وبنعد الجيل الرابع النهاردة لاستكمال المسيرة. طبعا الشركة في الفترة اللي فاتت أو من 1935، إحنا بنتكلم النهاردة في عمر ثاني خالص، بنتكلم في حوالي 81 سنة، دخلنا تطوير في التكنولوجيا على الصناعة، وعملنا أسسنا أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 20,000 متر، وبنعمل طبعا كل المنتجات اللي بيحتاجها المستهلك المصري، وبنصدر لحوالي 26 دولة حوالين العالم، وبنحاول نقدر كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة نطور ونحسن من جودتنا لإرضاء العميل بتاعنا. لما جينا اخترنا الاسم، سمينا الاسم بتاع الشركة ايجيبت جولد، اي الذهب المصري. بتيجي تبص النهارده يقول لك الذهب الايطالي، الذهب التركي، الذهب البحريني، الذهب السعودي، لكن احنا حبينا نحط اسم مصر كما اعتدنا وكما نفضل وكما نتمنى ان مصر تبقى لها ان شاء الله في مجال صناعه الذهب تاريخ اللي عملوه اجدادنا من 7000 سنه. اول ناس ابتدوا فكروا في الحلي او صناعه المعادن الثمينه الذهب تحديدا قدماء المصريين، واحنا بنحاول نكمل المسيره من وراهم. طبعا ضيف الى ذلك انا قعدت 11 سنه في اوروبا، تحديدا ما بين سويسرا وما بين ايطاليا وما بين المانيا لدراسه صناعه الذهب والاحجار الكريمه، واخدت حوالي 18 دبلومه في هذا المجال، والحمد لله ربنا اكرمنا واسسنا اول مدرسه لصناعه الذهب والمجوهرات في مصر، وده كانت سنه 1999 تحديدا، وتخرج منها ما يقرب من 6480 طالب وطالبة، كلهم الحمد لله بيعملوا في هذا الحقل، وقدرنا نعمل نقلة في الصناعة، والحمد لله المنتج بتاعنا النهاردة بيضاهي المنتجات الأجنبية. والتكنولوجيا اللي احنا بنستعملها النهاردة تقريبا تضاهي التكنولوجيا اللي بيستعملوها الطلاينة وبيستعملوها الأوروبيين، والحمد لله رب العالمين قدرنا نعمل اسم وسمعة للمنتج بتاعنا. بنقول النهاردة ايجيبت جولد مستمرة وستظل تطور من نفسها لآخر يوم في عمرنا، وإن شاء الله الجيل الرابع داخل اهو، وإن شاء الله هنشوف ايجيبت جولد في أحسن وأحسن. ده بنتكلم على مجال الذهب. أما في مجال المجوهرات فإحنا لينا باع كبير جدا، إحنا سايت هولدر للألماز وللأحجار الكريمة في مصر، وإحنا بنمثل HRD في مصر، والحمد لله واخدين أكثر من جايزة في هذا المجال. أما بالنسبة للمبيعات بتاعتنا إحنا الحمد لله منتشرين من اسكندرية إلى أسوان. الإيجيبت جولد هو مجمع صناعي على 20,000 متر، مش مصنع واحد، لكن هم 19 مصنع، وكل مصنع متخصص بينتج منتج لاسم او باسم المنفرد او اسم يخصه. منتج ايجيبت جولد بيوزع عندنا حوالي 19 منفذ توزيع للتجار في مصر،
وكل منتجنا موجود في كل محلاتنا في كل حتة في جمهورية مصر العربية. والحمد لله ابتدينا نغزو سوق دبي، والحمد لله ابتدينا نغزو سوق السعودية، والحمد لله وصلنا لأوروبا وبنصدر. نجحت ايجيبت جولد الحمد لله بفضل الله ونعمته علينا ان احنا نأسس اكبر بنك معادن ثمينة في مصر اسمه البي تي سي، وده انتاجه عبارة عن الذهب البيور الاربع تسعات وتسعتين ونص الكيلو، والحوالي الأنس الموجودة اللي هي من 30 ل 100 ل 31 الأنثى. والحمد لله ايجيبت جولد في خطتها الاستراتيجية ان شاء الله داخلين على مجال التعدين او الاستخراج الذهب من باطن الارض، ودي توجيهات القيادة الحكيمة اللي عندنا. والبي تي سي النهاردة الحمد لله بيصدر ذهبه للخارج، لان احنا واخدين حاجة اسمها جود ديليفري، اي عيارنا معتمد في حوالي 17 او 18 دولة حوالينا، وده بفضل الله وبفضل مجهود الشباب وفريق العمل اللي موجود معانا. ووصلنا تقريبا لحجم عمالة ما يقرب من 1600 موظف، كلنا ان شاء الله بنحب ان مصر تبقى هي في القمة، وان شاء الله مصر في عينينا وفي قلوبنا. وحتى سيادة الرئيس توجيهاته لينا ودعمه لينا بيتكلم النهاردة ان الصناعة هي الاساس، لو ما نجحناش ان احنا نستفيد بالخام اللي خارج من مصر مش هنصدره خام، هنصدره ان شاء الله مشغول، ونشغل ولادنا ونفتح بيوت ولادنا، وان شاء الله مصر في خير وهتظل في خير. وبنقول ايجيبت جولد اصل الذهب، وهي ان شاء الله تظل اصل الذهب. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.